التكريم اللي بنقدمه هو حاجة بسيطة جدا، وحضراتكم أكبر من أي تكريم، وإنتم أصحاب مكان زي ما قلنا وزي ما اتفقنا في البداية خالص، لكن دي حاجة صغيرة إحنا نحب نقدمها لحضراتكم. إحنا هنبتدي بإن كل قامة كبيرة من الحضور الكريم النهاردة هيقدم له التكريم الخاص به أحد أعضاء حركة علمانيون. هنبتدي بدكتور أسامة الغزالي حرب. تفضلي فندم هنا. تكريم حضرتك، تفضل يا فندم. بيقدمه كريم مختار من حركة علمانيون. شكرا. دكتور صلاح فضل، فلتتفضل. تفضل يا فندم. تفضل. شكرا. دكتور صلاح فضل يقدم التكريم له أحمد مختار من علمانيون. شكرا. دكتور علاء عبد اللطيف، تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. تكريم دكتور علاء عبد اللطيف، تقدمه شادية محمود من علمانيون. أستاذ الإعلامي شريف الشباشي، تفضل. أستاذ شريف الشباشي، تقدم له التكريم الأستاذة حنان فتحي من علمانيون. دكتور علي، دكتور علي مبروك، تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. ويقدم له التكريم زميلنا محمد خيري. ألف شكر يا محمد. حط ال ألف شكر يا محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا يا محمد. Happy birthday to you. Happy birthday to Albania. Happy birthday to you. سنة حلوة علمانيون، سنة حلوة علمانيون، سنة حلوة مصر حلوة، مصر حلوة بيكو. خماسي 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 راس الحربة بتاعنا هو اللي هيقطع الطرد. اتفضل 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 اتفضلوا بقى عشان نجيب التصوير ولا هنقول لا طبعا. خيري ادي حد يصور. تعالى يا شباب، ممكن كلنا نمسك ايدينا. تعالى تعالى يا جماعه، ممكن تقرب على بعض، ممكن تيجي ورايا، ممكن تيجي جنب كده. تعالى كده نصور هنا. الصوره عندك، كانك مكان دكتور علي. شباب فين مين الصوره هنا؟